بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج غذائك دوائك. النهارده برضو احنا شغالين على النظام او الغذاء الكيتوني. الغذاء الكيتوني دوت حاجه جميله جدا، حاولوا تعملوها بس تحت اشراف طبي كامل. بكرر الموضوع ده في كل حلقه، بقول يا جماعه محدش يسمع من بق يسري ويقول انا شيف يسري قال كذا وهعمل كذا، لا خالص. انتوا لازم يكون في اشراف طبي كامل علشان خاطر في حاجات بتنقص في الجسم لازم الدكتور يقول لكم تاخدوا ايه تعوضوها. انا هنا سوبر ماركت بعمل غذاء كيتوني، بعمل دي اللي هو مشبع، الخبز المشبع، بعمل الاكل المكرونه بالوايت صوص، بعمل كل شيء. انا هنا شغلتي ان انا انفذ زي السوبر ماركت عنده كل الحاجات. انا عشان كده بقول لكم ما تاخدوش كلامي محمل ثقه وتنفذوه الا تحت اشراف طبي كامل. تعالوا بقى نشوف الغذاء الكيتوني النهارده عامل لنا ايه. اول حاجه عندي هنعمل سمك سلمون كده بطريقه بسيطه. هجيب بس الطاسه دي حلوه قوي، قطعه من السمك السلمون تقريبا تعمل لها حوالي نص كيلو. عندي نص كوبايه من الجوز او عين الجمل، عندنا فص ثوم مفروم، عندنا بصلايه مفرومه، وعندنا نص كوبايه طحينه، ونص كوبايه لوز محمص، ونص كوبايه عصير الليمون. نقول تاني نص كيلو من السمك السلمون قطعه واحده. هناخده على طول دلوقتي نحط هنا نقطتين من اي زيت، زيت سمسم او زيت كتان. وبعدين قطعه السمك السلمون اهي ناخدها زي ما هي كده، ونتبل ملح، ونتبل فلفل، وشوية شطة صغيرين اهو، حلو كده. وبعدين نحط ده على النار كده، ونجيب العين الجمل ونطحنه، وكمان عليه الطحينة. ننزل بس بمعلقة كده الطحينة دي، خسارة او سبتولة. وبعدين عصير الليمون هنحط هنا شوية صغيرين، وناخد الباقي هنا برضو. فصين الثوم، البصلاية المفرومة، كل ده مع بعضه ده هيبقى خليط هيتحط فوق الحاجات بتاعتنا، هيدينا تيست حلو قوي. اللوز ده هيتحط على الوش في الاخر. يبقى انا حطيت هنا عين الجمل والطحينه وعصير الليمون، ناقص بس شويه ملح وشويه فلفل. وبعدين نشغل على طول الهاند بلندر عشان خاطر نوريكم شكل الخليط. عين جمل مع طحينه مع عصير ليمون وثوم وبصل وشويه ملح وشويه فلفل. خلصنا كده، نقوم جايين هنا واخدين الخليط ده ومفضيينه على السمك اللي احنا ادينا له شويه زيت زيتون تحت او اي نوع من الزيت العباد، قصدي زيت بذره الكتان او زيت السمسم. وكمان حطينا على الوش شوية عصير ليمون صغيرين، وبننزل كل الخليط كده عليه اهو، وهندخله الفرن لغاية ما يستوي معانا. والباقي ده مش هرميه، يعني انا ممكن بعد السمك ما يستوي اخده احطه عليه تاني. هنشيل بس الحاجات دي اهو. طيب لو في حد عايز يحط يساوي السمك لوحده وبعد كده يحط الخليط ده مع بعضه ويديله على الوش، مفيش مشكله خالص. يبقى احنا كده خلصنا اول حاجه عندي الحاجات دي كلها، الزياده دي مفيش مشكله هياخدوها يستعملوها. نرفع كل ده ونروح نجيب الطبق التاني. الطبق بتاعنا التاني هو عباره عن فراخ مشويه بس بطريقه مختلفه. هنجيب كل المقادير هنا وبعد كده نشوف هنعمل ايه. عندي هنا عندي فرخه مخليه
ممكن تبقى نص فرخه، تبقى ربع فرخه، زي ما انتوا عايزين، عشان ما تقولوش ان احنا بنعمل فراخ كتير وحاجات مكلفه يعني. وبعدين عندنا عصير ليمون، وعندنا معلقه كبيره من المستردة، بصلاه متقطعه شرايح، وكمان هنا عود كرفس، معلقه بردقوش، ومعلقه زعتر كبيره، وثلاث معالق زبده او نص كوبايه زبده، وثلاث معالق من السمنه البلدي. نقول تاني المقادير: فرخه عندنا هنا ثلاث معالق زبده سمنه بلدي، ونص كوبايه من ثلاث معالق سمنه بلدي، نص كوبايه من الزبده، بصلايه شرايح، معلقتين عصير ليمون، معلقه مستردة، عود من الكرفس، معلقه بردقوش، ومعلقه زعتر. اول حاجه هجيب طاجن عشان هندخل في الفرن برضو، كل حاجات النهارده بتاعتنا في الفرن، بس هخليه يبقى دافي، يبقى سخن شويه. وبعدين ممكن نعمل نستعمله على طول، ممكن نستعمل فيه على طول. هنجيب الفرخه، هنتبل ملح، وهنتبل الفرخه مخليه، وانا وريتكم تخلوها ازاي، شويه شطه. وبعدين فلفل، انا بس هلبس عشان نمسك الفرخه بقى، نلبس بس جوانتي كده. تاني هذكركم انا حطيت على الفرخه ملح وفلفل وشويه شطه، وهنحط شويه بهارات صغيرين. كل ده تتبيل بسيط للفرخه، حلو. وبعدين هقلبها الناحيه التانيه كده، ونحط بقى من هنا الزعتر شويه، والروزماري قصدي البردقوش، وكمان الملح والفلفل والشطه والبهارات، حلو كده. والبهارات خلاص كده. نيجي هنا ناخد بقى جزء من الزبدة في نفس الطاسة، وناخد جزء من السمنة، ونحمر الاتنين مع بعض، او نشوح الاثنين مع بعض. وبعدين هجيب عصير الليمون اضيفه على المستردة، وندوب مع بعض كده عصير الليمون والمستردة لغاية ما تدوب خالص المستردة وعصير الليمون. ونيجي هنا ندهن، شايفين انا دوبت كله اهو بقى سائل. ندهن كده على جلد الفرخه. كل مره بقول لكم استعملوا مستردة اسمها ديجون، دي حلوه جدا في كل الشغل بتاعنا، وتحس بطعمها حلو، طعمها لاذع شويه بس حلو. ده من ناحيه الجلد. وبعدين فاضل عندي شويه الزعتر احطهم هنا، شوية البردقوش احطهم هنا، ونيجي هنا برضو خلي ده بقى زي ما هو كده، وخلي الحاجات دي هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي، بس بعد شوية. نشيل كل الحاجات دي هنا على جنب، اروح ابص على السمك اخباره ايه. الله، حلو، بدأ يسخن من تحت ويستوي من تحت، فانا بقى ايه هرفعه فوق. يعني ايه هرفعه فوق؟ علشان يبقى خد وش تسوية كمان من فوق. السمك ده هنقدمه مع شوية جرجير لو حابين، مع حاجات كده اللي انتوا بتحبوها. ليه الحركة دي؟ عشان ما تلزقش معايا الفراخ، لان انا لو سبتها ممكن تلزق من ناحية الجلد. فانا هنا اهو شايفين لسه شوية، لسه شوية، يعني لسه ما خدتش لون خالص، بس انا متابعها لغايه ما تخلص تكمل كل تسويتها. يبقى احنا مع بعض زي ما انتم شايفين خلصنا اول حاجه الفراخ بتاعتي، تبلتها ملح وفلفل وشويه شطه وشويه بهارات،
كمان زعتر وبردقوش من الناحيه دي، وقمت حاطط الليمون مع المستردة ودهنت دهان من ناحيه الجلد. وبعدين في نفس الحكايه هندهن برضو دهان من هنا، دهان بسيط كده. لسه في حاجتين هنعملهم مع بعض على النار، انا ممكن اسويها هنا لو حابين، مفيش مشكله خالص، يعني ممكن اسويها كلها هنا من غير ما ادخلها الفرن. بس انا زي ما انتم شايفين اول ما هتلون معايا هقلبها الناحيه الثانيه، لسه شويه صغيرين، وبعدين اول ما هتلون هقلبها، وبعد كده هجيب طبق عشان انشلها فيه، وبعد كده هنستعمل البصل وهنستعمل بقيه السمنه والزبده اللي عندي، عشان هيبقى صوص سكر بالمسترد، صوص زبده يعني. جميل، اخبار السمك شغال زي الفل اهو، انا مستنى عليه لما يبدا يلون معايا شويه، انا ممكن اديله شويه شوايه بقى كده. اوكي خلاص، هتاخد شويه كده وش جراتان وتبقى موجوده معايا حلوه قوي. نرجع تاني مرجوعنا للفراخ، هعمل ايه اهو، اعتقد كده خدت لون شويه، هنرفع بالراحه ونحط على جنب البصل والكرات، ونيجي الناحيه دي نقوم قلبين. شفتوا بقى الشكل؟ في نفس الوقت زي ما انتم شايفين اهو بالراحه خالص، هنيجي هنا اول ما الكرفس مع البصل يتبلوا شويه، يتبلوا شويه عشان ناخد بس نعمل شويه صوص يتقدموا جنب الفراخ دي بعد ما نطلعها. انا شايفين انا بعمل ايه، بطلع البهاريز اللي نزلت تحت من التسويه، اللي هي كانت مكان المستردة ومكان الفراخ اللي احنا حمرناها. كده هنعمل ايه بقى، هنجيب ميه حوالي نص كوبايه ميه، وبعدين هنحط بقيه المستردة كلها وعصير الليمون، بس نهزها كده شويه، عارفين ليه؟ عشان تطلع كل المستردة وعصير الليمون هنا وتتشرب مع الفراخ اللي احنا عاملينها. واخيرا هنحط، خلي الزبده في الاخر، هقول لكم هنعمل الصوص ازاي. احنا كده خلصنا الفراخ او الفرخه بنسبه كبيره جدا، انا عايزها تستوي، فطبعا هسيبها تستوي ولكن هستغل الوقت وندخلها جوه الفرن تكمل تسويتها براحتها. بس طبعا ايه، نرفع دي ونحط هنا وكده السمك اللي بالطحينه كده موجود معايا اهو، استوى، طعمه هايل، جربوه حلو جدا. هغير بس السيستم بتاع البوتاجاز ونشغل ونعلي شويه على 200 درجة، جميل، ويشتغل معانا. ده شكل السمك، هجيب له طبق عشان نغرفه. بعد ما نحطه نغرفه في الطبق اهو، طبق ابيض، هنرفعه دلوقتي وانا ايه هنعمل، هغرف الطبق، ولكن واحنا بنغرف هستاذنكم ناخد فاصل. بعد الفاصل ما حدش يروح في اي مكان، خليكم معانا عشان تشوفوا الجديد مع يسري، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ادي شكل السمك لما نقلفه كده عشان تجيبوه من ناحيتين ولا كده، مش عارف بقى اي اتجاهات،
حطينا له شويه جرجير صغيرين وشويه طماطم تشيري، ولكن تعالوا معانا نعمل على بال ما الفراخ تستوي معانا نعمل ايه حاجه حلوه كده سريعه اكيد هتحبوها. هي عباره عن شوكولاته بالشوكولاته. حد بيضحك من اللي قاعدين؟ بس انا عايز ابعت الشوكولاته بالشوكولاته دي لابن مخرجنا الجميل استاذ شريف اسلام، عايز اقول له خد الشوكولاته دي دوقها فهتعجبه قوي قوي قوي. هنحط النار يا يونس، الشوكولاته دي عشانك. ها يونس ابن المخرج الرائع حبيبنا استاذ شريف، انا عايز اجيب بوله عشان اسيح الشوكولاته الاول، لان هنعمل حاجه بسيطه سيمبل ما فيهاش اي مشاكل خالص. يونس تاني مره بكرر لك الشوكولاته دي وبابا ياخدها هبعتها لك وانا عاملها عشانك مخصوص. الله، حد هيسالني دلوقتي يقول لي يا شيف يسري ماشي انت بتعمل نظام غذاء كيتوني؟ هو انا بعمل حاجات فيها الطب يعني حاطط؟ لا، ده هو شوكولاته عاديه جدا بطعم جديد مختلف، بس احنا دايما بنحط حاجات معينه ونخفف حاجات معينه عشان يبقى النظام بتاعي ماشي معايا. انا عندي هنا حوالي كوبايه كبيره، كوبايه كبيره هحاول اكسرها اكتر من كده عشان تدوب معايا بسرعه. كوبايه كبيره من الشوكولاته الدارك، ولما بتكلم على الشوكولاته الدارك بقول دارك يعني من 70 فصاعد. يعني ايه من 70 فصاعد؟ يعني من 70% كاكاو لغايه حاجه و90% كاكاو. هنحط هنا كيس بلاستيك كده عشان اكسر عليه الشوكولاته دي تبقى اسهل تدوب بسرعه. حد هيقول لي بتجيب الشوكولاته الدارك منين؟ موجوده في كل سوبر ماركت، موجوده في كل سوبر ماركت. انا عامه والله ما بكذب عليكم، بغض النظر ان انا بعمل بقى نظام كيتوني او مش كيتوني، لما بسافر بره بدور على 95. فطبعا ولادي ولاد حلال، ايه المراره اللي في الشوكولاته دي يا بابا؟ اقول لهم هي دي بقى العشق يعني بصراحه. يعني كل ما كانت الكاكاو فيها اعلى كل ما كان هو ده الشوكولاته، هي ده طعم الشوكولاته. لكن الحاجات اللي بيبقى فيها سكر زياده وزبده زياده وكده مش ده اللي احنا بنتكلم عنه خالص. احنا عملنا حمام مائي، حطينا ميه وحطينا البوله سخنت، سخنت قوي، اوطي النار عشان ما تلسعش تاني. شايفينها بكسر الشوكولاته، كل ما تكسروها تبقى اسرع معاكم. الموضوع بسيط قوي وطعمه حلو جدا. وبعدين واحنا شغالين كده انا باخد وقتي علشان يكون كمان الفراخ استوت واوريها لكم معانا. جميل اهو، تاني بكرر اهو، يونس ابن مخرجنا انا بعت له الشوكولاته دي عشان هو زعلان من بابا عشان كان عايز يجي معاه وهو ما رضيش يجيبه، فقعد بقى يعيط وبتاع، بس احنا بنصالحه اهو. بس هيروح يعني على بال ما يروح هيلاقيه نام، لان احنا بنصور بالليل والدنيا بقى ايه ضلمه والكلام ده كله. ادي الزبده، قد ايه زبده؟ نص كوبايه زبده. وبعدين هناخد اسباتولا او معلقه، مفيش مشكله اي حاجه نقلب بيها الزبده، وننزل عليها بالشوكولاته الدارك اول حاجه عشان تدوب معانا. يبقى احنا حطينا الشوكولاته، هتبص بدات تدوب اهي على طول اول ما شمت درجه الحراره بتاعت حمام المائي. خلي ده هنا، وبعدين هخلي ده عشان افضي فيه كميه الكاكاو هنا، حوالي نص كوبايه من الكاكاو. وطبعا هنستعمل ايدينا، فانا لازم اخلي البس حاجه عشان خاطر الكاكاو ما يظهرش في ايديا. جميل اهو. تاني هذكركم احنا حطينا ايه، حطينا هنا كوبايه كبيره يعني حوالي ربع كيلو من الشوكولاته الدارك، حطينا عليها نص كوبايه زبده، واول ما هيدوبوا مع بعض هبدا اضيف عليهم صفار بيضه بعد ما تسخن عشان تستوي معاهم. وبعد ما اضيف عليهم صفار البيضه هبدا اضيف عليهم معلقتين من صوص الفراوله. عارفين صوص الفراوله اللي احنا دايما بنشتغل بيه من اول ما اشتغلنا مع بعض؟ هو ده، ان انا بجيب شويه ميه على الفراوله وبعدين احط عليها شويه ستيفيا اهو. طب حد هيقول لي طب يا شيف يسري ده طعم الشوكولاته الدارك هيبقى تقيل. انا معاك هيبقى تقيل، عشان كده احنا هنديله ذره الاستيفيا اللي احنا بنحطها دي تسكر معايا تديني طعم السكر اهو، ذره صغيره رشه ما تكتروش. نقلب تاني
على الحمام الميه. شفت الشوكولاته بدات تدوب مع الزبده ازاي؟ في حاجه بقى هقول لكم عليها، طول ما احنا شغالين كده زبده، شغالين زيت على الشوكولاته، ما تخافوش مش هتخرز. اول ما نحط عليها حاجه هتلاقوها خرزت، يعني هتشوفوا دلوقتي على الطبيعه، يعني الشوكولاته بدات سايحه اهي. طب هو انا ممكن اعمل بيها كيك زي اللي احنا عملناه، اغطيه بالشوكولاته السايحه دي؟ اه طبعا، تبقى زبده وشوكولاته كده وشويه الاستيفيا عشان خاطر تسكر معايا. شايفين ادي الشوكولاته السايحه بتاعتها. هاجي هنا في صفار بيضه اخدها، لو حطيتها كده هتقفش، يعني هتقفش، يعني هتلاقوا صفار البيضه ده عباره عن استوى في السخونيه اللي احنا موجودين فيها دي، فاحنا هندوبها في شويه ميه صغيرين ونبدا نحط. بصوا بقى تحول الشوكولاته، اول ما شمت الميه مع صفار البيضه الشوكولاته هتتحول تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سايله اكتر، سايله اكتر. جميل، نقلب تاني لغايه ما تدوب خالص، وبعدين نيجي نحط عليها قطع الفراوله حوالي معلقتين ثلاثه من الفراوله كده، وندوب برده كده. ممكن نطفي النار خلاص ونشيل من على النار، انا مش محتاج درجه حراره عشان لازم تبرد خالص اهو، نشيل دي كمان. وهاجي هنا اكمل بس بقيه الفراوله ونقلب، ودي لازم نسيبها تبرد خالص 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 معانا علشان كده نقدر، وبعد كده هنفضيها معها، ناخد شويه كاكاو معانا. انا كنت هقلب بدايه بس ما رضيتش بقى عشان سخنه، جزء من الكاكاو ده وجزء هنحطه على الوش، كاكاو دارك ما فيهوش نكهات ما فيهوش اي طعم. بصوا بقى، يبقى لازم نسيبها خالص تبرد تبرد تبرد، ولكن في الفورمات بتاعتي اللي انا هقدم فيها عشان خاطر بعد كده هنرش على وشها شويه كاكاو اهو. ده مكانه كاكاو ما فيش مشكله خالص اهو، نمسحه كده ونفضي فيه، وده برضو نشيله، بس لازم تبرد يا جماعه عشان احس بطعم فراولة سخنة جدا. طبعا سخنة سخنة، يعني هنشيل كل ده. دي تعمل كام بولة؟ تعمل لها مثلا كذا واحدة، في واحدة بولة كمان اهي فاضية. واحنا شغالين كده سيبها تهدى شوية وابص على الفراخ. اعتقد ان الفرخة كده استوت، الفرخة كده بالشكل ده استوت. هنشغل هنا شويه، مش عشان تستوي اكتر، علشان الصوص ده يتقل شويه وفي نفس الوقت يديني السمك اللي انا عايزه. والكزرونه دي كان مكانها ميه، مش هرميها، اخدها افضيها عشان نعمل فيها الصوص بتاعنا. كل حاجه بوريها لكم طبيعيه. شايفين بقى الصوص ده اول ما يتماسك معايا كده ويبدا يتشرب معايا شويه، هي الفرخه استوت؟ اه طبعا. طب ايه اللي عرفك يا شيف يسر؟ هوريكم دلوقتي حالا حالا. لو جبنا السكينه كده وغرزناها فيها اهي 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 من كل الاتجاهات، لو طلعت ميه حمراء تبقى لسه نيه، طلعت نقط ميه بسيطه كده تبقى استوت بس لسه العصاره فيها موجوده، لو ما طلعتش حاجه خالص تبقى استوت اكتر من اللازم. انا بس اللي هنا بصوا، كل ما بتسيبها تتقل بتتقل اكتر، شايفين؟ فاحنا هناخدها بعد كده اهي نصبها ونجيب البداره عشان نرش عليها كاكاو. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وانا ممكن اجملها، اه ممكن تجملوها بالفراوله لو حابين، بس هي كده حلاوتها ان تبقى بالكثافه دي. طب انت ما بتملاش ليه الفرم يا شيف يسري؟ ما بملاش الفرم لان دي دسمه وانا عايزها تكفي ثلاث افراد مثلا اربعه زي ما انتم عايزين. اما لقيت بقى ان هي تكفي زودت شويه
زود هنا وزود هنا. ولازم بكرر، هفضل اكرر تاني، لازم تبرد، تبرد خالص. يبقى عندي نشيل ده خلاص، تبقى عندي بردة، تتاكلش غير بردة. التلات اطباق او التلات بولات، نرش كده كاكاو، غرقوا كاكاو بالهنا والشفا. ده كده الحلو بتاعنا. الفرخه بتاعتنا هنجيب طبق برضو عشان نغرفها دلوقتي اهي. بس طبعا انا سبت الصوص يتقل معايا شويه، هرفع الفرخه. يا جماعه هو احنا في مطبخ، عارفين يعني ايه؟ يعني التخبيط ده اساس المطبخ، الترزيع ده لو ما رزعناش ما نبقاش في مطبخ يعني. اهو شايفين شكل الفرخه. وبعدين بعد ما عملناها كده هناخد الصوص الناتج عن التسويه ده اللي كان معاه المستردة والليمون وشويه البصل والكرفس، ونحط هنا كده. نايس حاجه واحده بس، ان انا ارجعه تاني على النار ونحط عليه الزبده مع التقليب اول ما يسخن. عايزين تحطوا كريمه ممكن، لكن هي حلاوتها ان ما تحطوش، حطوا زبده بس عشان تبقى ليمون باتر يعني. اهو اول ما هيسخن هنحط لو حطيتوا الزبده من غير ما تقلبوا زي ما انا بقلب كده هتخرز، تلاقوا الزبده طالعه على الوش عايمه، وده احنا ما بنحبوش في شغلنا خالص. اهو كده بدات تغلي، نحط كده قطعه، كله مش مشكله. اهو ونقلب لغايه ما تدوب بالراحه. ما تستعجلوش يا جماعه عشان خاطر زي ما بقول لكم لو الزبده اتحطت وغليت معاها من غير التقليب ده هتخرز، هتلاقوا ايه شكل الزبده عايم على الوش وشكله وحش قوي كمان، يعني نقط كده بتلمع. شايفين الزبده دابت جوه اهو الصوص، ونرفع من على النار ونقدم بقى الصينيه في النار كده على الفراخ. استمتعوا معانا بطعم المستردة وطعم الليمون وطعم الفراخ دي بالهنا والشفا، حاجه كده خيال، طعمها حلو قوي، عايزكم تجربوها. زي ما بقول لكم كل يوم يا رب تكونوا مستمتعين معانا، انا بستمتع معاكم جدا. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم.